أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الذي يأتيكم يوميا من جدة سوق عكاظ في نسخته 11 لهذا العام. معنا ومعكم الأستاذ مختار عالم كاتب كسوة الكعبة المشرفة. أهلا بكم أستاذ مختار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله. أستاذ مختار، بداية حدثنا عن طبيعة مشاركتك في سوق عكاظ. بسم الله، طبعا أنا لأول مرة أشارك في هذه المناسبة، وطبيعة عملنا نحن مشاركين في جناح معروف باسم معلقات عكاظ للخط العربي، وطبعا نكتب فيه الأبيات والأشعار والأحاديث والحكم للزوار، ونثقفهم ونعرفهم بالخط العربي. نعم، كسوة الكعبة، كيف وصلت إلى هذه الوظيفة المتميزة والمرموقة؟ ويليت لو تخبرنا عن مراحل تطورك في الخط عموما حتى وصلت إلى المرحلة المرموقة في كسوة الكعبة المشرفة. بسم الله، طبعا أنا بدأت تعلم الخط عام 1398 تقريبا، وبعد ذلك بعام أصبحت معلم الخط العربي، يعني من عام 1399 كنت معلم الخط العربي، وتدربت على الخط سنين طويلة حتى التحقت بالجامعة قسم التربية الفنية، فأنا خريج قسم التربية الفنية، وهناك التحقت بأستاذ الخط العربي ودرست على يديه الخط على أصوله وقواعده، ثم طورت نفسي من خلال المخطوطات، ثم طورت نفسي من خلال دراسة المخطوطات والخطوط العربية المختلفة من خلال كتابات القدماء والعمالقة في هذا المجال. وفي عام 1421 تقدمت للكسوة، وطلبوا مني بعض النماذج لخطوطي، وبعد ذلك بفضل الله تم قبولي وشرعت في العمل في كسوة الكعبة المشرفة. طبعا أضفت بعض النقاط في كسوة الكعبة، والنقطة الأساسية أن الخطوط كانت مكتوبة على أوراق، وبعد ما التحقت بالمصنع عرضت عليهم لماذا لا يدخلوا هذه الخطوط في الحاسب، حيث طبعا خطوط يدوية ولكن ندخلها في الحاسب للسهولة في التعامل. وبفضل الله تم إدخال هذه الخطوط، جميع خطوط الكسوة في الحاسب، وتم معالجتها، وبفضل الله قمت ذلك بنفسي. وبعد ذلك يعني كان هناك بعض التعديلات قمت بتعديلها. طبعا الكتابة، كتابة الكسوة في السابق كانت تكتب على أوراق إما بالمرسمتين أو بالطباشير، ثم يحدد خارج أو الإطار الخارجي لحدود الخط ويخرم بالإبرة، وبعد ذلك توضع هذه الأوراق على القماش الأسود، وعملية تعرف بعملية التتريب، وهي وضع مسحوق أبيض في قماش شفاف ويضرب به على الورقة فتنزل من خلال الفتحات الصغيرة على القماش الأسود، وبعد ذلك يقومون بخياطة أطراف هذه الكتابات، وثم بعد ذلك يقومون بالتطريز. طبعا كانت عملية شاقة جدا، لكن الآن طبعا بعد ذلك وجدوا مرحلة أو يعني طريقة أفضل، وهي تعرف بعملية سلك سكرين، طباعة عن طريق الشبلونات أو الحرير. وطبعا هذه يحتاج إلى أول الكتابة ثم طباعتها، ثم توضع تحت بعض العمليات حتى تظهر في إطار من الخشب وعليها القماش مشدود، فيجعلون منها قوالب، وتطبع هذه عن طريق هذه القوالب الكتابات. طبعا ما زالت الكتابة يدويا، لكن بعد ما دخلت المصنع جعلت هذه الكتابات في الحاسب فتطبع على أوراق شفافة، وبعد ذلك ما يعرف بالفيلم،
يعمل لها تصوير وتتم العملية، فأصبحت يعني سهلة جدا. ودوركم بعد ذلك خطاط، بعد نقل هذه القوالب أو الأفلام كما ذكرت على القماش، ماذا يكون دور الخطاط بعد ذلك؟ طبعا يراجع، يعني أحيانا في الطباعة قد تكون هناك يعني بعض الملاحظات أو كذا بعض الأخطاء، فالخطاط يكون يعني يستشيره في هذه الأشياء. أيضا يكون هناك أحيانا تعديلات في بعض الكتابات، أيضا تكون هناك إضافات جديدة، فكل هذا الخطاط يقوم به. أيضا إضافة إلى الخط، كل ما يتعلق بالكسوة من الزخارف أيضا أقوم بها. كسوة الكعبة في كتابتكم الآن لها حاليا، هل في هذه المسيرة في حياتك كان لها أثر، كونك تعمل الآن خطاط كسوة الكعبة، هل كان لها أثر في حياتك العلمية أو العملية حاليا؟ والله يا أستاذي طبعا ما في شك أنه كونه تكون خطاط عادي من أن تكون خطاط للكعبة المشرفة، لست بأفضل الخطاطين، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل ويحتاج إلى الشكر، وأشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فطبعا ما في شك أنه أن تكون يعني خطاط الكعبة بغض النظر عن يعني تقدير الناس لك، فأنت تقوم بخدمة بيت الله عز وجل، شرف عظيم ما في شك في هذا. وطبعا شعور مختلف، وطبعا عندما دخلت في مصنع الكسوة يعني كان خطي جيد، لكن بعد الدخول ضعفت من جهودي ومن تركيزي في الخط، لأنه المكان حساس ولا بد أن أكون خطاط بارع. وبفضل الله كل عام أرتقي يعني درجة، وهذا فضل من الله عز وجل. الآن كسوة الكعبة، بعد أن يأتي الخطاط ويكتب هذا، ما 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 هي العبارات المكتوبة على كسوة الكعبة من الخطاط نفسه، خطاط كسوة الكعبة؟ معلش، ما هي العبارات المكتوبة على كسوة الكعبة؟ الكسوة طبعا الكسوة كلها تقريبا آيات، ومكتوب بخط يعرف بخط الثلث الجلي المركب. طبعا خط الثلث نوعين، ثلث عادي وهو ما كان صغيرا ويكتب بقلم لا يزيد عن 3 ملي، الثلث الجلي وهو ما زاد عن 4 ملي، والمركب يعني هناك نظام سطر وهناك نظام يعني طبقات. فالخط الثلث الموجود على الكعبة هو خط طبقات، يعني كلمة فوق كلمة، وكلها آيات ما عدا في قطعة الإهداء من الملك حفظه الله خادم الحرمين الشريفين إلى الكسوة، وغير ذلك كلها آيات قرآنية. طبعا آيات مختلفة، وفي بعض العبارات زي مثلا في القناديل يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، الحمد لله رب العالمين، لكن البقية كلها آيات تقريبا. كسوة الكعبة بعد التبديل إلى أين تذهب بحكم معرفتك وخبرتك في هذا المجال؟ حسب علمي يعني تحفظ الكسوة في مستودع خاص. نعم. نعود إلى سوق عكاظ، مشاركاتكم في سوق عكاظ ما هي الطبيعة، وكيف هل خططتم بعض من مخطوطاتكم في السوق أو شاركتم ببعض المخطوطات هنا؟ والله طبيعة عملنا طبعا نحن نستقبل الزوار ونثقفهم، لأنهم بعضهم يسألون عن الخط، ونعطيهم التاريخ في مجال الخط وأنواعها، بعضهم يطلبون كتابات كأبيات كحكم نكتب لهم. طبعا هو عندما المشاهد أو الزائر يرى الخط يعني الإحساس عنده يرتقي فيتثقف، فهذا طبيعة عملنا يعني الكتابات وتثقيف الناس والزوار بالخط. بحكم خبرتكم في كسوة الكعبة وقبل كسوة الكعبة، كيف وجدت قبول الناس في المملكة العربية السعودية لفن الخط العربي أو هواية الخطاطين العرب؟ سأقول يعني ما هو الحقيقي. طبعا ما في شك أن الناس متذوقون، ولكن عليك أن تقدم لهم الذوق،
فالآن يعني في المملكة ما شاء الله يعني حركة خطية رائعة جدا، ولكن نتمنى المزيد، لأنه مقارنة ببعض الدول يعني نحتاج إلى جهود، لكن أفضل من أول بكثير. هناك في اهتمام بالخط وبالجمعيات وفي دعم وفي تثقيف، فالحمد لله على ذلك، ولكن نطمع المزيد. معوقاتكم كخطاطين في المملكة العربية السعودية حول ماذا تدور بالضبط؟ والله المعوقات أنه مثلا أولا لا توجد جمعيات خطية إلا نادرة، يعني يمكن الجمعية الوحيدة اللي موجودة في مكة الجمعية العلمية السعودية للخط العربي، فلا يوجد عندنا يعني مراكز للترابط، ما في يعني مدارس تحسين الخطوط بكثرة، يعني هناك من يريد أن يحسن خطه لكن لا يجد المركز الذي سيساعده، فنرغب في إيجاد المزيد من هذه المراكز الخطية، هي موجودة ولكن ليست كافية، نريد المزيد، ونسأل الجهات المسؤولة عن المراكز والجمعيات أن يساعدونا في هذا المجال. الخط العربي كأي فن، هو فن عريق، ولكن كأي فن مثل الشعر وغيره والرواية تحتاج إلى أجواء معينة أو مزاجات معينة في الكتابة، هل الخط العربي أو الخطاط العربي هل يحتاج إلى أجواء معينة أو مزاجات معينة حتى يظهر ما بكوامنه من إبداع وغيرها؟ نعم، كما تفضلت هو كغيره من الفنون هناك يعني أحوال قد يكون الخطاط فيه يعني ذو مزاج يعني سليم وجميل فيبدع، وأحيانا إذا كان يعني تكدر خاطره لن يعني يبدع، ما في شك في هذا، لكن قبل ذلك والخط يحتاج إلى تعلم وصقل وخبرة، وهذه لا تأتي إلا من خلال تدريبات فترة طويلة، حتى لن تجد هناك خطاطا بارعا صغير السن، دليل على صعوبة هذا المجال، ليس كغير بقية الفنون ففيه صعوبة، ولكن ما في شك إذا يعني الأجواء لها دور هناك أحوال قد يكون خطاطه يعني رائقا فيبدع، وأحيانا يكون مزاجه غير حسن فلن يستطيع أن يبدع، وقد تؤثر مثلا المشاكل النفسية أو الشخصية في إبراز ممكن إبداعات أيضا في الخط، صحيح؟ طبيعي جدا، لأن الخط يحتاج إلى تركيز وإلى فكر، فإذا كنت مشغول البال فكيف تفكر فكيف تبدع؟ نحن نرى هذه التراكيب الخطية ولا نستطيع، حتى البعض لا يستطيع قراءتها، ونظن أن الخطاط يعني عملها في يوم وليلة، أبد، نحن التصميم الواحد قد نجلس فيه أكثر من شهرين ثلاثة إلى سنة، فهي صعبة، وكل يوم يفكر فيه الخطاط حتى يخرج في النهاية إلى شكل رائع جميل، فما في شك أنه العمل صعب جدا، ليس كما يشاهد المشاهدون يظن أن الخطاط يعني أدار القلم وكتب، لا، ليست المسألة بهذه السهولة. الخط العربي هل أصبح الآن أو 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 هل وصل الآن إلى مرحلة إنه يكون مصدر رزق، أو بالعامية مثل ما ذكرنا يؤكل عيش الآن، غير عمل الكسوة المشرفة، هل تعمل الآن خارجيا في أن يصبح الخط أو خطك مصدر رزق لك؟ في الحقيقة لم أفكر في أي يوم أني سأتاجر أو سأترزق بالخط، منذ أن تعلمت إلى الآن أكتبه للاستمتاع، لكن فتح الله عليه معرفة ورزقا، لأني كنت دائما أحاول أن أكون يعني أبدع، فعندما تكون مبدعا لا شك سيكون حولك الناس يرغبون ويطلبون فنك، فلله الحمد هناك طلبات كثيرة ولكن لا أستطيع، فأنا متفرغ ل إعداد كراريس خطية، لأني أرى زكاة العلم نشره وهذا يعني واجب علينا، فأغلب وقتي في هذا المجال، وأيضا عندي مصحف بدأت أكتبه، فأغلب وقتي يعني يذهب في هذا. أما ما يتعلق بالرزق ما في شك، الخط إذا الخطاط في هذا الزمن إذا كان جيدا فهو مصدر رزق،
بس لابد أن يكون يعني خطاطا جيدا. فتأتيني الطلبات كثيرة ولكن لا أستطيع أن أقبلها، أقبل البعض منها قدر ما أستطيع من باب الإسهام في إحياء الذوق وليس كمادة، لكن هو كمادة كما يقول الخط، أو كما يقال الخط للغني جمال وللفقير مال قديما وحديثا. طبعا ظهور الحاسوب والكتابات قد أثرت من جهة ولكن رفعت من جهة. كيف ذلك؟ قديما عدد الخطاطين كان كثيرا، فكان يعني سعر الخط أقل. لقلة الخطاطين في هذه الأيام أصبح قيمته أعلى، هذا فضل من الله عز وجل فلله الحمد. الآن هل لديك طلبة تدرسهم أو تقيم دورات أو تعليم للخط العربي في المملكة؟ بفضل الله أقمت دورات كثيرة جدا، درست في الحرم المكي الشريف لأكثر من 20 عاما، ودرست في جامعة أم القرى قسم التربية الفنية الذي هو قسمي 5 أعوام، يعني أولاد وبنات. وأقمت دورات كثيرة من ضمنها دورة في الجنوب في أبها وفي جهزان، والآن أقيمت هناك مراكز ولله الحمد، وأيضا أقمت دورات في الشرقية، والآن عندي درس أسبوعي في مكة المكرمة في الجمعية العلمية السعودية للخط العربي على مدار السنة، ونقبل جميع الفئات ونعلم جميع الخطوط ولا نترك الطالب حتى يتقن، بعكس الدورات المعروفة العامة هي 3 أيام 5 أيام وهذه غير مجدية في مجال الخط. فلله الحمد أقمنا قبل 3 أو 4 أشهر دورة أو درس أسبوعي يوم السبت على مدار السنة، ولله الحمد في طلاب كثيرون حتى من الطائف ومن مناطق من جدة ومن مكة، فلله الحمد على ذلك. هل الطلاب هم خطوطهم سيئة أصلا وأتوكم ليتعلموا الخط، أم هم خطوطهم جيدة بس فقط يريدون أن يتقنون جودة الخط كما تعملون أنتم والخطاطين الآخرين؟ المتعلمون نوعان أو فريقان، فريق خطه لا يقرأ ضعيف أريد أن يحسن، هذا مجال. الفريق الآخر خطه جيد ولكن يريد أن يتعلم فنون الخط، لأنه عندنا مجالان، مجال فنون الخط ومجال تحسين الكتابة. فنحن نقبل الفريقين ونعلمهم، طبعا الفريق الأول الذي خطه غير حسن هذا نعلمه كيفية الكتابة عن طريق القلم العادي لكن بقواعد يعني خاصة كده. أما الآخر فنعلمه فنون الخط وهو خطه العادي جيد ولكن يتعلم، يريد أن يتعلم فنون الخط. نعود إلى سؤال وهو كيف تجد الخط العربي قديما وحديثا، أو ما هو تاريخ الخط العربي في معرفة الأستاذ مختار؟ طيب أعطيكم نبذة مختصرة عن الخطوط المعروفة المشهورة. طبعا قديما أصلا يعني في العصر الجاهلي ما كان في اهتمام بالخط، وكان الذين يقرؤون يكتبون في عصر الجاهلي حوالي 17 شخصا، لكن الاهتمام بالكتابة بدأت بعد نزول الوحي، عندما كتاب الوحي بدأوا يكتبون، وبالذات الكاتب الإسلامي الذي يكتب القرآن أراد أن يتفنن في كتابة القرآن وذلك قربة لله عز وجل، فبدأ الاهتمام بالكتابة وظهرت هناك خطوط وكانت تعرف بحسب الإقليم أو المصر الذي ظهر فيه. فمثلا الخط المكي ظهر في مكة، الخط المدني ظهر في المدينة، الخط الحجازي، الخط الكوفي. لكن في القرن الثالث الهجري جاء رجل يعرف ابن مقلة ولأول مرة يضع قواعد للخط العربي، قبل ذلك ما كان هناك قواعد، وقد وضع قواعد وأظهر أو أخرج خطين من خط كان يعرف في الطومار، وسمى الأول خط الثلث والثاني خط البديع. خط البديع بعد فترة من الزمن لكثرة اشتغال النساخين به عرف بخط النسخ. فهذين النوعين هما عربية المنشأ، ولكن بعد الفتوحات الإسلامية في الدولة العثمانية ظهرت عندهم خطوط، ابتكروا خطوط لأن خط النسخ كان صعب في الأداء وكان يحتاجون لكتابات سريعة، فابتكروا خط الرقعة وخط الديواني وخط جلد الديواني، وهذه الخطوط الثلاثة خطوط غير عربية.
غير عربية أصلا؟ غير عربية، منشأها ومبتكريها العثمانيين، ولكن بعد إزالة الحرف العربي عند العثمانيين والأتراك واستبدالها بحرف لاتيني أصبح العرب هم من يتداولون هذه الخطوط، فكتاباتنا اليومية هي خطوط ليس من يعني ابتكارنا، من الابتكار العثماني. الإيرانيين أو الفرس بعد دخول الإسلام عندهم لم يأخذوا الخطوط كما أخذت العثمانيين والأتراك، ولكن زاوجوا بين الخط النسخ وخط عندهم يعرف بالتعليق وسموه نس تعليق، والآن يعرف بخط الفارسي. هذه أشهر الخطوط. والخط الكوفي طبعا بعض الناس يخطئون يقولون أن خط الكوفي أقدم الخطوط. الكوفي نوعان، إذا كان نقصد به الكوفي اللين فهو القديم، أما الكوفي الذي يستخدم فيه الأدوات الهندسية فهي يعني بعد هذه الخطوط تقريبا في القرن الخامس الهجري. عندنا خط آخر يعرف بخط الإجازة، وهو خليط بين خط الثلث والنسخ، وأكثر ما يستخدم في كتابة الإجازات والشهادات. فهذه تقريبا 5 أو 6 أو 7 خطوط هي المشهورة والمشتهرة كثيرا هذه الأيام. طبعا في خطوط كانت موجودة واندثرت كخط الرقاع وخط التحقيق وخط الريحان، هذه خطوطها كانت موجودة ولكن لعدم تداولها بين الناس اندثرت. نعم. كيف يجد الخطاط العربي أو كيف يبرز الخطاط العربي فنه للجمهور سواء السعودي أو العربي كافة؟ طبعا ذلك من خلال الكتابات ومن خلال الدورات ومن خلال المعارض ومن خلال المسابقات. المسابقة يعني عندما أقيم مسابقة كمسابقة تركيا، مسابقة عالمية يشترك فيها 5,000 7,000 إلى 10,000 مشارك وثم تعرض، فهذه ثقافة. عندما أعمل معرض أيضا هذه يعني تثقيف الجمهور. عندما أعمل دورات، عندما أكتب كتابات يعني ورش وغيرها، كل هذه طرق لتثقيف الناس. أيضا طبعا هناك يعني طريقة مهمة وهي يعني مع الأسف أصبحت يعني سيئة مما أدى إلى يعني قلة تذوق الناس للخط، والمجال الكتابة في التجارة أو في الأعمال، يعني لوحات المحلات التجارية أصبحت لها أن تكتب بخطوط ضعيفة، والمشتري أو الزائر يراها ليلا ونهارا، فبالتالي يصير عنده ذوق غير حسن، فلا بد أن تستبدل هذه اللوحات بخطوط جميلة وجيدة لأنها مركز أساسي لتثقيف المشاهد. لأن المعرض يزور يكون لمدة أسبوع، المسابقة لمدة يمكن شهر، الدورات لمدة أسبوع، لكن هذه الكتابات التي هي في الأسواق موجودة على مدار 24 ساعة والسنة، والجمهور يلاحظها ويشاهدها، ربما يستنكرها في الأول لكن بعد ذلك يصبح لديه يعني عادية، وهي يعني تجعل ذوقه يعني غير حسن. الأستاذ مختار عالم خطاط كسوة الكعبة المشرفة، كنت معنا للحديث عن هذا الموضوع، شكرا لك. جزاكم الله خير ونتمنى لكم التوفيق، وشكرا على إتاحة الفرصة لهذه المناسبة. شكرا لك. شكرا لكم كذلك أنتم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.